اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات مكتبه التوزيع. النهارده عندنا مكتبه كمانجات. طبعا في مكتبات كمانجات كتير جدا، وكمانجات شرقي وكمانجات غربي. دي تتصنف شرقي شويه، حتى مكتوب عليها هي Arabic Strings اهي. فالموديول ده فيه شويه حاجات حلوه، كمانجات حلوه. تعالوا نسمع صوتها كده عامل ازاي. طيب الكمانجات دي هارد شويه، ناشفه شويه، فهنا بينزل لي بقى كذا ستايل، عايزها ساستين ولا ليجاتو ولا كده. فالليجاتو ده دايما هتلاقي بينعم الصوت شويه ويخلي لك النغمات متصله شويه ويديك الاحساس الشرقي اكتر شويه. فتعالوا نسمع كده مع الليجاتو. مثلا نجرب ليجاتو تون نشوف ايه الفرق. في فرق بسيط كده، تعالوا نسمع دي مثلا. هتلاقي بقى كل حاجة من دول بيديك ستايل غير التاني. نشوف سكيل، بيديني سكيل جري بيبقى طالع. تعال نشوف ده. يعني بيديني تريل. ستايل التريمولو. هنا بيداني بستايل الاوركسترا شويه، وكمان بتقطع في الاخر تار كده. طبعا كل حاجه بقى ليها ستايل مختلف، فلما بتقلب هنا دي جمل خفيفة بقى، مثلا مردات أو حاجة زي كده. وبيدينا كل الأشكال وإحنا بنلعب بقى زي ما إحنا عايزين. تنفع اوركسترا برضو حلوة قوي. دي مكتوب عليها اورينت، المفروض يعني يديني الستايل الشرقي شويه، بس عايزه طريقه اللعب بقى نفسها. ممكن تتلعب بحاجه زي كده، يعني بيديني الحليه بتاعه الايد نفسها. فهي مكتبه كمانجات ظريفه، في طبعا احسن في اوحش يعني، بس كل حاجه ليها استخدامها. فممكن تبقى المكتبة دي هتفيدك في حاجة معينة، مش هتفيدك في حاجة تانية وكده. المكتبة بينزل معاها يعني كده، بتنزل حاجتين الانسترومنتس اللي هي زي كده، وفي المالتيز طبعا اللي هي ممكن ينزل لك زي كومبو على بعض، يعني مثلا حاجتين مع بعض، ليجاتو مثلا مع ساستين، فمثلا ليجاتو مع نوع تاني اللي هو الاوركسترالي، فيبقى كأنه دخل حاجتين في بعض فتدي صوت اقوى شوية او مود مختلف شوية. فكويسة يعني، مش وحشة.
ما تعتبرش احسن حاجه، بس هي ليها ذوقها وليها ستايل بتاعها. وطبعا اي مكتبه يعني لازم تاخد وقتك فيها وتتمرن عليها وتتمرن على التكنيك اللي بتلعب بيه وانت بتستخدم المكتبه دي. فبس ده ريفيو سريع كده عن المكتبه دي، واشوفكم على خير في ريفيو جديد.